أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد في أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صوت العراق ومقال الكاتب عامر ممدوح حول القطاع الحكومي والخاص. لا يحتاج الإنسان العراقي إلى الكثير من الوقت حتى يدرك جليا وبالدليل القاطع الفارق الكبير في الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي ونظيره الأهلي، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم وغيرهما. ولم تكن عبارة رئيس الوزراء السيد محمد الشيع السوداني قبل أيام حين زار إحدى المستشفيات الحكومية بعيدة عن لسان كل عراقي، بات يردد أن من يدخل أي مستشفى حكومي سيخرج منها مريضا حتى لو كان سليما معافى، وليس أقلها إصابته بعدوى البؤس الذي تبدو عليه تلك المستشفيات. أما لو قدر لك دخول أي مستشفى أهلي فستجد الفارق كبير جدا جدا، وليست المدارس بعيدة عن ذلك على مستوى البنايات والكوادر التدريسية ومدى الاهتمام والعناية، والحديث يطول وتفاصيله، فكيف الحال والآلاف من العوائل المتعففة لا تجد ما يلبي ويسد التكاليف المطلوبة منها في تلك المدارس والمستشفيات. أخطر ما في الموضوع الإحساس بأن المسألة ليست عفوية في جانب منها، وأنها ليست آنية ومرتبطة بوقت دون آخر، إذ يبدو للمتابع أن هنالك إرادة ما تريد إفراغ القطاع الحكومي من كل صور الفاعلية، وتعمل على وأد وإجهاض أي جهود تعمل على تطويره وجعله يليق بالإنسان العراقي الذي لا يجد أمامه من حيلة لضمان حياته أو مستقبل أبنائه إلا وأن يدفع بهم نحو المؤسسات الأهلية. قطعاً هنالك جهات مستفيدة وأخرى توفر الغطاء، وثالثة تحمل دوماً ابتسامتها الصفراء وهي ترى تدهور الحال، لذلك لابد من دق ناقوس الخطر هنا لانتباه إلى محاولة تجريد الدولة من محتواها ونخرها بالفساد وتحويلها إلى هيكل خاو لا قيمة له ولا اعتبار. انتشار الفساد عملية مركبة ومعقدة مرتبطة ببنية النظام السياسي الذي وجد بعد عام 2003، وهي نفسها المنظومة التي تنتج لنا كوادر تدريسية بات الطلبة يصححون لهم ما يقولون، ولا غرابة في ذلك، فكيف لفاقد الشيء أن يعطيه؟ إلى صحيفة الميثاق الوطني ومقال للكاتب عمر الخليفة تحت عنوان القطاع المصرفي العراقي وحتمية الانهيار. لم يعد يخفى على أحد أن القطاع المصرفي العراقي عبارة عن بؤرة للفساد تقوده الميليشيات وأحزاب السلطة ودول الجوار التي استغلت انعدام السيادة لتجعل من العراق واحداً من أكثر بلدان العالم في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر مجموعة كبيرة من المصارف التي أسست بأموال الشعب العراقي وتسرق بوضح النهار، فضلاً عن المصارف الأجنبية التي فتحت أفرعاً لها في العراق لاستخدامها كممر لغسيل الأموال بتواطؤ حكومي وتساهل من البنك المركزي العراقي الذي يعد المتستر عن الكوارث التي تحدث في القطاع المصرفي، وهو ما سينعكس سلباً على الواقع الاقتصادي للبلد في ظل انهيار اقتصادي من الداخل وخارجي للمصارف العامة والخاصة. لقد أصبحت المصارف الخاصة في العراق عبارة عن دكاكين تدعي العمل المصرفي تحت سلطة البلطجية الميليشياوية التي تستخدم المصارف كأذرع لتمويل أنشطتها وأعمالها الإرهابية داخل العراق وخارجه بالاعتداء على دول الجوار التي لم تسلم من إجرام الميليشيات. فما يعمل في القطاع المصرفي العراقي يدرك بأنه ليس له من اسمه نصيب، فلا خدمات ولا منتجات مصرفية حقيقية، بل هي مجرد دكاكين تمارس غسيل الأموال. والمتتبع للقطاع المصرفي يدرك بأن أجل انهيارها لن يكون بعيداً مع تصاعد الضغط من قبل الفيدرالي الأمريكي الذي اتخذ خطوات صارمة لمحاربة غسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة خارج العراق عبر المصارف التي تستخدم فواتير مزورة وشركات مهمية
تقوم بشراء الدولار من مزاد العملة في البنك المركزي الذي يحتكر بيع العملة لمصارف الميليشيات الموالية لإيران. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تعليقاً على فوز المنتخب المغربي بثنائية ضد منتخب بلجيكا بأنه دفعة جديدة لآمال المنطقة العربية. وجاء في تقرير لمراسلي الصحيفة أن المنظمين لمباريات كأس العالم 2022 طالما أكدوا أن المونديال ليس لقطر بل للشرق الأوسط والعالم العربي بأجمعه، وهو تفسير مقنع عندما يتساءل الشخص عن سبب قيام الدولة الصغيرة في الخليج بعقد المباريات الصيفية في منتصف الشتاء، والآن بعد أن بدأت المباريات وهيمنت كرة القدم على النقاش فهناك الكثير من الجدال الذي يمكن الدفع به ضد اللازمة التي رددها الذين قالوا لا توجد ثقافة كرة قدم هنا. وكان فوز السعودية غير المتوقع على الأرجنتين مهما لدرجة أن المملكة أعلنت عن عطلة عامة بعد الفوز. وتقول الصحيفة إن هذه النجاحات في الملاعب القطرية ساعدت على تعبئة المشجعين حول المنطقة وجلبت معها لحظة نادرة من الوحدة. إن افتتاح مباريات كأس العالم في قطر طغى عليه الجدل السياسي واللفتات لدعم حقوق الإنسان، لكن التنمر الغربي على قطر أسهم في تحويل المباريات الكروية إلى لحظة نادرة في العالم العربي. مصدر للوحدة الإقليمية. وقال محمد الموظف السعودي في مدينة الرياض: أشعر بالراحة لرؤية بلد عربي يستضيف كأس العالم. وعلق بعد مشاهدته انتصار منتخب بلاده على الأرجنتين قائلا: أنا فخور بالتأكيد. وعبر المشجعون في شوارع الدوحة عن تضامنهم ودعمهم للفلسطينيين من خلال رفضهم مقابلة الصحفيين الإسرائيليين والمؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي. وقطر على خلاف جارتها في الخليج لم تقم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولكنها سمحت استجابة لقوانين الفيفا بنقل المشجعين والصحفيين الإسرائيليين إلى الدوحة. وانتشرت المواقف المحرجة للصحفيين الإسرائيليين مع المشجعين العرب بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وقام مشجع مصري بإدخال فيفا فلسطين في واحد من اللقاءات. يقول الكاتب أحمد موفق زيدان في موقع عربي 21: كشفت قمة الأمن الجماعي الأخيرة في إيريفان بأرمينيا وبحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حجم الضرر الذي ألحقه عدوانه الأخير على أوكرانيا، حيث ابتعد الرئيس الأرمني باشينان عن الرئيس الروسي بوتين في أثناء التقاط صورة جماعية للمؤتمر، وسبقه حشد باشينيان للدول المشاركة في عدم دعم إعلان رسمي للقمة، ما عكس غضبه الواضح لعدم تجاوب المنظمة وتحديدا الرئيس الروسي بوتين بدعمه فيما اعتبره هجوم أذربيجان الأخير عليه. ولذا فقد توجه نحو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليترأس جلسة محادثات، لكن رد الطرف الأذربيجاني كان سريعا حين رفض وساطة ماكرون واعتبره منحازا ضد بلاده. ويضيف الكاتب: من الواضح أن غوص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الوحل والرمال الأوكرانية سيفقده حلفاؤه الأقربين والمباشرين. إيران خامنئي اليوم تعاني من غليان حقيقي يراه الكثيرون أنه أشبه ما يكون بغليان ما قبل سقوط نظام الشاه، وقد انعكس ذلك وتجلى أكثر في الإصرار الإيراني الكبير على استمرارية الثورة. فبالإضافة إلى حجم العداء الشعبي والمختزن داخل أحشاء الشعب الإيراني ضد الحكم، ودعم ذلك كله الاتساع الجغرافي والديمغرافي والثوري الذي شمل كل إيران، فموقف الفريق الرياضي الإيراني الأخير في كأس العالم بالدوحة كان لافتاً حين رفض ترديد النشيد الوطني الإيراني. وأعلن لاعب إيراني آخر أن الفريق الوطني الرياضي مع الثورة الإيرانية ومع ضحايا 400 قتيل راحوا ضحية القمع الحكومي، ومن بينهم 50 طفلاً. قال صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعترف أخيراً بآثار العقوبات على اقتصاد بلاده،
رغم أن موسكو كانت تزعم لأشهر أن الحرب الاقتصادية فشلت. وقالت الصحيفة إن بوتين عندما أطلق الشهر الماضي مجلسا جديدا لتنسيق الإمدادات للجيش الروسي بدأ وكأنه يدرك حجم المشاكل الاقتصادية التي تواجه بلاده. ونقلت الصحيفة عن اقتصاديين ورجال أعمال الروس قالوا إن بوتين زعم على مدى أشهر أن الحرب الخاطفة الاقتصادية ضد روسيا قد فشلت، لكن العقوبات الغربية المفروضة بسبب غزو أوكرانيا تتعمق أكثر فأكثر في الاقتصاد الروسي، ما يؤدي إلى تفاقم نقص المعدات لجيشها وإعاقة قدراتها على شن أي هجوم بري جديد أو صناعة صواريخ جديدة. تشير الأرقام الأخيرة إلى أن الوضع قد تدهور بشكل كبير منذ الصيف، عندما بدأ أن الاقتصاد الروسي مدعوماً بتدفق مستمر من عائدات النفط والغاز مستقرة. وتظهر الأرقام الصادرة عن وزارة المالية الأسبوع الماضي أن الإيرادات الضريبية من القطاع غير النفطي والغاز انخفضت بنسبة 20% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بالعام السابق. وقال فلاديمير بيلوف نائب وزير الطاقة الروسي السابق الذي أصبح الآن سياسياً معارضاً بارزاً في المنفى، قال الدوامة تتصاعد ولا يوجد مخرج من هذا الآن. وأضاف تظهر جميع المؤشرات الموضوعية أن هناك انخفاضاً قوياً جداً في النشاط الاقتصادي. وتنقل الصحيفة أن خبراء اقتصاد يرون أن الحظر الغربي على واردات التكنولوجيا يؤثر في معظم قطاعات الاقتصاد. وأدت القيود التي فرضها بوتين على إمدادات الغاز إلى أوروبا والتي عقبها الانفجار غير المسوغ لخط أنابيب الغاز نورد ستريم إلى انخفاض شديد في إنتاج الغاز. بوتين قلق من أن العقوبات ضربت حقا القدرة على إنتاج السلع. نتابع الآن بعض صور الكاريكاتير التي اخترناها لكم من صحف اليوم. لا يزال نحو 10 أشخاص مفقودين الأحد بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في انزلاق للتربة السبت في جزيرة إيسيكيا الإيطالية وأودت بحياة امرأة في كارثة طبيعية، واجتاح سيل من الوحول والركام بلدة كازاميشيولا تيرمي الصغيرة في ساعة مبكرة من السبت وغمرت منزلا جارفة معها سيارات بعضها على البحر حسب ما ذكرت تقارير إعلامية وأجهزة الطوارئ الإيطالية. وتعرقلت جهود الإنقاذ بسبب استمرار الأمطار والرياح القوية، وهو ما أخر أيضا وصول العبارات ومعها تعزيزات من البر الرئيسي. استفدت شوية من تجربتي في تلفزيون بغداد، انتقلت من مجال الإنتاج إلى مجال الإخراج، وبعمري ما أخذت إجازة حتى يوم الجمعة كنت أداوم. أبرز تجربة كانت فيلم المخلص، أنا أخذ النص أقرأ وأفرغ الشخصيات وأحلل كل الشخصيات. أنا ما أسميه مسرح تجاري، أنا أسميه مسرح جماهيري. مسرحيات جاسم شرف مثلاً على تحديداً دائماً همنا كان يفكر بهموم المواطن.
بموقعه المتميز على خليج العاصمة الدوحة ومرفقه الثقافي والتراثي، يمثل الحي الثقافي كتاراً أحد مراكز الجذب لجماهير بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر. وتنظم المؤسسة العامة للحي الثقافي كتار فعاليات ثقافية وعروضاً فنية وتراثية مصاحبة للمونديال المقام بين 20 من نوفمبر تشرين الثاني الحالي والثامن عشر من كانون أول ديسمبر المقبل. أما الآن نتابع الفيديو الذي اخترناه لكم من مواقع وصحف اليوم. أطفال المليار. بولادة الطفلة الفلبينية فينيس سامبانغ بإحدى ضواحي مانيلا، أصبح عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة بحسب الأمم المتحدة. أما عن الطفل رقم 5 مليار والذي سبق للأمم المتحدة أن اختارته، فيدعى ماتيج جاسبر، وقد ولد في تموز عام 1987 بمدينة زاغرب الكرواتية، وما زال يعيش فيها ويعمل مهندساً كيميائياً. أما الطفل رقم 6 مليار والذي اختاره الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان، فيدعى عدنان ميفيتش، وقد ولد عام 1999 في البوسنة والهرسك، ويحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد، إلا أنه عاطل عن العمل حالياً. أما الطفلة رقم 7 مليار فاسمها سادية سلطانة أوشي، وقد ولدت عام 2011 في بنغلاديش. الزيادة لا تعني الخصوبة. عدد سكان العالم قد يصل إلى 8.5 مليار نسمة عام 2030 وإلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050 بحسب الأمم المتحدة، إلا أن معظم المليار المقبل قد يولد في 8 دول، فيما تعاني بلدان كثيرة من تراجع نسب السكان بحسب البي بي سي. فالارتفاع السكاني استغرق 12 عاماً للوصول إلى 8 مليارات، إلا أن الأمر نفسه سيستغرق نحو 15 عاماً للوصول إلى 9 مليارات، لأن عدد سكان العالم ينمو بأبطأ معدل له منذ عام 1950 وسط توقعات بانخفاض عدد سكان 61 دولة أو منطقة بنسبة 1% أو أكثر بين عامي 2022 و2050 نتيجة انخفاض الخصوبة وتأخير سن الزواج وتحديد النسل وارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات الهجرة وفقاً للأمم المتحدة. وهناك خلط في تعريف الزيادة السكانية والانفجار السكاني والنمو السكاني. سوء توزيع. مع كل قفزة مليارية في أعداد البشرية نتيجة الزيادة في متوسط العمر وانخفاض معدلات وفيات الرضع والأمهات، تطفو إلى السطح ذات الجدالات بشأن استنزاف موارد الكوكب، حيث يؤدي الانفجار السكاني إلى نقص المياه والغذاء وتدهور التنمية الزراعية واكتظاظ المساحات المأهولة وارتفاع معدلات الشيخوخة والبطالة وظهور الأوبئة والمجاعات، إضافة إلى التلوث المناخي. فيما يرى خبراء اقتصاد بأن المشكلة الحقيقية تكمن في الجشع والإسراف والمبالغة باستغلال الموارد الطبيعية وسوء توزيع الثروات. فبحسب منظمة أوكسفام المعنية بتخفيف حدة الفقر، فإن ثروات عدد قليل من أصحاب المليارات تعادل ما يمتلكه 3.6 مليار شخص ممن يشكلون النصف الأفقر من البشرية. برأيكم هل ستكفي موارد الكوكب لسكانه؟ في الختام تقبلوا منا أطيب التحيات وإلى اللقاء.